وفادي الخطيب رح يكون إلى جنبي. يعني فادي أول شيء مبروك فوزكم بالمباراة، أداء كبير لفادي الخطيب اليوم بالجيم، مش بس بالسكورينج بالريباوند، عم تكون موجود بكل شيء بالمباراة. هل هيدا الرد الأول اليوم بعد الخسارة تعرضتوها بالمنارة أمام فريق الرياضي، ولا ما عادكم على حسابات أبدا؟ لا لا ما في حسابات، كنا نحن حساباتنا أنه لازم نطلع بربح، لأنه إذا بنخسر اليوم بيكون قرب الستاندينز على بعض، فكان هدفنا أنه نربح جيم الرياضي. جيم لعبوا كتير منيح، فريق كتير كبير على أرضهم، جمهورهم عندهم بوست كتير قوي، كان جيم مش موفقين فيه، لعبوا بطريقة كتير منيحة دفاعياً، تسرعنا نحن بكثير شوطات، بس اليوم كنا جاهزين اكثر لنكون عم نلعب الريتم اللي نحن بنلعبه. الحمد لله يعني بثالث ورابع كوارتر سيطرنا على الجيم، رجعنا خاصة من رابع كوارتر، يعني عملته فادي 30 نقطة مقابل 6 نقاط بس لفريق شانفيل بالكوارتر الأخير، وهون الفريق كله عمل هذا الديفنس. نحن عم نعمل سويتشز كثير لأنه عندنا سايزز على الجارديو وعلى الفورمان، عم نقدر نعمل سويتش، عم نقدر نحدد لهم من خطورته. فادي بدي اسالك سؤال بعيدا عن هالمباراه، بدي اسالك عن منتخب لبنان، يعني انت رح تكون كابتن منتخب لبنان ببطوله غرب اسيا المقبله اليوم، يعني كان في لاعبين مرشحين ليكونوا لاعبي ارتكاز بالمنتخب لبنان، ان كان اتير ماجوك او داريان تاونز، مين برايك شفته هيك اليوم الافضل ممكن يكون لصالح المنتخب اللبناني؟ يعني الاثنين لاعبين كثير كبار وكثير منيح، وسنتري كثير قوي، اي تي عنده شويه سرعه اكثر على الترانزيشن، اليوم كمان عطى سكند هاف كثير كبير، يعني بعتقد انا لاحسن لهلا هو يكون أتر ماجوك. عندنا تحضير كثير كبير، بتمنى من الجمهور كل اللبناني اكيد يكون عم بيتابعنا يظهر من شوي نيجاتيفيتي عن اي شيء بخص المنتخب، بدنا نكون ايد وحده هالمره، عندنا استحقاق. شايف في سلبيه هالايام؟ يعني في سلبيه، يعني انه في دائما في شويه ناس بتحب تزبزب، بس ما يعني هلا هو هدفنا منتخب لبنان، خلينا نكون مركزين، ندعم المنتخب، ندعم اللعيبه، كوتشينج ستاف، مين ما بيكون موجود هو لصالح منتخب لبنان، عنا انجاز لازم نرجع فيه ان شاء الله من غرب اسيا. واكيد رح تكون هيدي البطوله منقوله لايف على شاشه ال بي سي اي والال دي سي. ال بي سي يعني من الناينتيز مواكبه الباسكتبول، بعتقد هي اكيد التي في الاول بلبنان. انا بدي اشكرك اكيد فادي الخطيب.